الكريم، نقدم لكم مهرجان الطباخين. يا يما طقطق الجدر، يا يما طقطق الجدر، كشفته كشفته البزونة. يا يما طقطق الجدر، كشفته البزونة. يا يما طقطق الجدر، كشفته البزونة. يل تاكل بخير الشعب، بس تشبع انت تخونة. كل شي بحضر طبخيته، قاعد يحد بسنونه. لفات وزعت الوطن، لفات وزعت الوطن، شيشين بالصمونه، شيشين بالصمونه. يا يما طقطق الجدر، يا يما طقطق الجدر، كشفته كشفته البزونه. يا يما طقطق الجدر، كشفته البزونه. يا يما طقطق الجدر، كشفته البزونه. واللي يطبخ بماركه توا مشغول حظه وباخته، قاضيها تصريح وخمر يثرم بصل عالداخته. وريحة بهاراته تظل شهرين بالدربون، ريحة بهاراته تظل شهرين بالدربون. ما ناكل وما نشتهي هذا الطبخ ما نريده، وصرنا يخرن الصبر كل يوم طبخة جديدة. حسبانا يوكلونه تاليهم مكلونه، حسبانا يوكلونه تاليهم مكلونه. يا يما طقطق الجدر، يا يما طقطق الجدر، كشفته كشفته البزونة. يا يما طقطق الجدر، يا يما طقطق الجدر. أعزائي المشاهدين، لا مثل ما يقول المخرج والمصورين، أكلتنا اليوم كلش مميزة، فعلاً مميزة، هواية مميزة. أكيد كلكم متشوقين تعرفوها. أعزائي المشاهدين، أكلتنا اليوم هي الكباب. أختي، إحنا نحب طبختنا هذه أن تكون طبخة جادة، ونحب إحنا نتوصل النتيجة يعني بهاي المباحثات. نعم نعم شيف، بس قولي لنا وصفة الكباب اللي تجنن من إيدك، شنو سر كبابكم الطيب شيف؟ ماكو أي سر بكبابنا، لكن الصراحة هنالك مشاكل كثيرة، مشاكل على محورين. المحور المشاكل العالقة بين مطبخ المحور ومطبخ الإقليم، والثانية هي المشاكل العامة في كيفية إدارة المطبخ، التوافق، التوازن، تطبيق البهارات بالمطبخ، كل هذه أمور. طيب شيف، طيب خلينا بالكباب، شنو هو سر الكباب الطيب؟ أول شيء بالكباب الطيب تطبيق الالتزامات باللحم المثروم. الالتزامات؟ شلون يعني شيف؟ أنا أقول لك، نحن نطالب بالالتزام بثرم ربع كيلو ليا الغنم ويا كل كيلو لحم، يعني ربع كيلو ثرم ثرمه اللي هو ربع كيلو ليا مع الغنم، ربع كيلو وهي كيلو اللحم. زين، وعدم خبط طحين او البصمون وهي اللحم. اذا كلش كلش شويه بقصم ما يخالف، البقصم طيب. كلش حلو. وبعد شيف؟ ثاني شيء الاتفاق بين جميع المطابخ على طول شيش الكباب ونسبة الكرفس بدون مزايدات بالطماطة والبصل المشوي، كل هذه الاتفاقات لازم تلتزم بها المطابخ مع ضرورة عدم الانفراد بالفحم. جميل جميل. شيف، هسه تسمح لنا ناخذ اتصال؟
كمشيش على مدارف يعني. شنو هو الكمشيش؟ الاتصال. لا لا شيف، أقصد اتصال، اتصال على البرنامج. ها اتصال على البرنامج. زين أختي، أختي اتصال، خاف رايدين ديليفري، خاف هم قصد شنو ديليفري. شيف يا ديليفري، اتصال، اتصال على البرنامج. ها طبعاً إحنا أحب أنوه بهاي النقطة أنه مطبخنا الوحيد اللي يسوي ديليفري، توصيل الأكل للمنازل. ها تفضلي. معانا الأخ أبو نؤاس، تفضل، تفضل أبو نؤاس. السلام عليكم. الله يخليك، ممكن أسأل الشيف في السؤال؟ بلا زحمة. تفضل أغاتي، خوش كباب. تفضل أبو نؤاس، الشيف وياك. قل لي شيف بلا زحمة، شعجب تعزلوا من وكيت، كل ما تعنى المطبخ كوم تقولوا لي خلصنا كباب، أكلوا بس حلولو. تدري احنا نحب الكباب مالتكم، لو تظلون مفتحين على باب الله حتى نجيكم بالليل. والله هذا بصراحة خوش سؤال. هذا السؤال يشمل كل المطابخ مو بس مطبخنا. يا أخي ذبحونا بالعطل، 8 أيام بالأسبوع عطلة، مع العلم هو الأسبوع 7 أيام. كل ما نجي نفتح يقولون لنا عطلة، لو نص دوام. الله وكيلك، الله وكيلك. من لحق نشيش كيلو وين 3 ويجون يعزلونه. أتمنى الإجابة وصلت للأخ أبو نؤاس. والله يا أختي ذبحونا، أتمنى يسوون قائمة بالعطل حتى نعرف إيش وقت نفتح إيش وقت نعزل. هسا عندك الحلاقين مثلا عطلتهم الأربعاء. قصدك الاثنين شيف؟ صح صح الثلاثاء. شيف الاثنين شنو بس؟ انت حلاقكم عطلت الثلاثاء؟ لا احنا يعني حالنا حالكم بالحلاقة، قصدي الاثنين يعني. القصابين ايضا عطلتهم الاثنين. ايش معنى الكبابجية ما عندهم عطلة موحدة؟ احنا نطالب بعطلة موحدة كبابجية. طبعا بعد حوارات مستفيضة مع المطابخ، عفوا للمطابخ الاخرى. شيف عندي تعليق على صفحتكم بالفيسبوك من الأخ أزاد، يقول نطالب برفع حصة مطبخنا من 17 شيش إلى 19 شيش كباب وشيشين طماطة شوي. شنو تعليقك على ما قال الأخ أزاد؟ والله هو إحنا ما عندنا غير 17 شيش، وتدرين 17 شيش ما تكفينا، ومطبخنا يوميا يتوسع يتوسع يكبر، و17 شيش بعد ما تكفي معاميلنا. لذا نطالب المطابخ الأخرى بتزويدنا بشيشين، وما شاء الله اللحم هواية ويكفي الجميع. طيب شيف، أكو فحم معين تنصح به بشوي كباب؟ إحنا هذه التجاوزات المتكررة من قبل المطابخ الأخرى ما ممكن أن نسكت عليها. أكو مطابخ تشوي كباب بالتنور، أكو مطابخ تسوي كباب بالطاوة، ومطابخ ثانية تشوي الكباب على فحم مال معسل. أنا أقترح أن نشكل لجنة من الكبابجية الخبراء في جميع المطابخ حتى نتوصل لنموذج شيش الكباب يكون موحد ويرضي جميع الأطراف، مع مراعاة خصوصية مطبخ مطبخنا بالسماك، اللي احنا تميز انه السماك اكثر شيء نستخدمه. شكرا شيف. الاخت جميلة كاتبة تعليق على صورة كبابكم بالفيسبوك، تقول الله ايش قد مشتاقة للكباب مالتكم، بس المشكلة كل ما اروح لمطبخكم يقولوا لي لازم فيزا حتى تطبين المطبخنا. والله يا اختي هذا الموضوع مو من عندنا، احنا نرحب بكل الزبائن، هذه اجراءات الصحة يعني وزارة الصحة، ولازم أي أحد يحب أنه يتفضل يمنا يحترم حدود مطبخنا. واضح شيف. هسه الكباب صار جاهز للشوي. طبعا النفر قبل كان 4 أشياش. أنا أطلقت مبادرة بالتشاور مع ممثلي المطابخ الأخرى واختصرنا النفر إلى 2، بس طولت للشيش. هسه قبل ما نحط الكباب على المنقلة نشيش الطماطة والبصل.
ياه أكلة اللحم هذه بزونة شلون دخلت مطبخنا بدون فيزا؟ هذه مؤامرة على مطبخنا ونحن لا نقبل المساس بحسات مطبخنا من الكباب وسنناقش هذا الخرق في جلسة المطابخ القائمة القادمة مهرجان الطباخين يا يما طقطق الجدر يا يما طقطق الجدر كشفت البزونة يا يما طقطق الجدر كشفت البزونة يا يما طقطق الجدر كشفت البزونة يل تاكل بخير الشعب بس تشبع انت تخونة كل شي بحضر طبخيته قاعد يحد بسنونة نفات وزعت الوطن شيشين بالصمونة يا يما طقطق الجدر كشفت البزونة يا يما طقطق الجدر كشفت البزونة يا يما طقطق الجدر كشفت البزونة واليطبخ بماركة توا مشكول حظه وباخته قاضيها تصريح وخمر يثرم بصل عالتاخته ريحة بهاراته تظل شهرين بالدربون ما ناكل وما نشتهي هذا الطبخ ما نريده وصرنا يخلي من الصبر كل يوم طبخة جديدة حسبانا يوكلونه تاليهم مكلونه يا يما طقطق الجدر كشفت البزونة يا يما طقطق الجدر كشفت البزونة يا يما طقطق